بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي ليكم وتحياتي لقناة الأهلي والقناة الرائدة والقناة الجميلة والقناة اللي كل الناس تحب تتفرج عليها. تحياتي ليهم كلهم. وطبعا أكيد موضوع اللائحة، موضوع اللائحة كبير جدا واخد الاهتمام الرأي العام كله وكل الأعضاء والرياضيين والفنانين. وأعتقد أنا لازم أشكر كل الفنانين اللي جم شاركوا اللائحة وناقشوها مع طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي المحترم، وهم كانوا على دراية كاملة بنظام اللائحة زي ما احنا كلنا عارفين اللائحة. وأعتقد أن في احترام كامل للنادي الأهلي واحترام كامل للائحة النادي الأهلي، وده مش جديد على النادي الأهلي. خلي بالك النهاردة أنا النادي الأهلي ده بيتنا، فلو أنت مش واثق في أهل البيت دي تبقى كارثة، تبقى كارثة بكل المقاييس. يعني أنا النهاردة لو أنا في بيتي مش واثق في أبويا وأمي يبقى أكيد دي كارثة. ممكن أتناقش معاهم، يعني لو أنا النهاردة اللائحة في بنود أنا مثلا شايف أنها من وجهة نظري اللي هي يعني الصغيرة قوي ممكن تتناقش. النادي الاهلي يعني بابه مفتوح وبيسمع كل الناس ويحب يسمع للمناقشه ويحب يوصل للصالح العام. فانا اعتقد ان في ثقه اكيد عاليه جدا في مجلس اداره المحترم بقياده طبعا النجم الكبير الخلوق كابتن الخطيب رئيس النادي واعضائه المحترم. فدي ثقه دايما كده وانت مغمض لازم تثق في مجلس اداره النادي الاهلي. ادعو الناس كلها انها تبقى موجوده، لازم تبقى يعني جمعيه عموميه كبيره جدا ان شاء الله لابداء الراي ويبقوا موجودين. خلي بالك النادي الاهلي الناس بتجيله بالملايين، فما ينفعش يبقى اعضائه ومحبينه بالملايين، ما ينفعش يبقى اعضائه كلهم موجودين وبيحبوا النادي بالكلام بس، لا بالفعل بقى، يبقى لازم كلنا نبقى كلنا متواجدين، لان هو ده النادي الاهلي، اتربينا على كده ولازم ننهي حياتنا على كده، على النادي الاهلي.